بسرعه يا عمو. قل لي شو مشان اعطيك البشاره؟ بدك تجيبي لي انباس حرير ابيض وطربوش وبابوش. بجيب لك، تقبرني بجيب لك، بس قل لي شو هي الشغله؟ نطفت لي قلبي. حفظت القران الكريم على الغيب يا عمو. اطلع على قبري شو انك فهيم وشاطر هيك. ها حاجه قالوا لي عنك انك نايت. قلهم تعالوا شوفوا، تعالوا شوفوا مين يلي حفظ كتاب ربنا على الغيب. قلهم انا خالد ابن ابو عمر. حرام يكون عندي ولد يروح على الكتاب، ما أحس وما أدرى إلا هو وجاي لعندي عم بيقول لي يا ميمي يا ميمي أنا حفظت المصحف عن غير. تجيب أولاد إلا أنا. عاد والله بصبري وبصومي ما تسكبيني منيح. يا رب يا رب يا معبود، جهن بينا موسى وعيسى ومحمود، تطعمني بنت وصبي اللي هو، بس لا تقطعني من خلفي وتشعل حرقة بقلبي. يا رب يا رب. أنا البصل حشن عمة ربي، كمان فوق بكاي ودموعي البصل لحد بين ايدي. يا لطيف، قديش خلانا الشيخ عبده نزفق له لابن عمي خالي، وبعدين صاروا الاولاد الكبار يحملوه، يزتوه على السقف وينزلوه على ايديهم، يزتوه على السقف وينزلوه على ايديهم. عم اقول لك يا ستي، اليوم صارت لك شغله كثير 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 كبيره لابن عمي خالي. ومين كمان حفظ القرآن الكريم من هالولاد غير خالد يا تيتي؟ ما حدا حفظ القرآن الكريم غير خالد يا تيتي، من كل يلي بجيله. إن شاء الله ما بيفرحوا في أهله وما بيتهنوا إذا ما رجعوا بالأماني. الله يهويني عليهم، يخليهم عمرهم ما يعرفوا الفرح الحرامية. مساء الخير يا مو. هات البشارة يا مو. سعدية حبلة؟ أخو ختم القرآن الشريف. بربك امي، ليك السهيان ليك، ولا كنت مفكرة طنطميس وفهمان الخمسة من طنسي. وينه الكل؟ بعد يجيب لنا عوامي حلوة الخدمة. يقبرني الله. هيك ها؟ هلا لك امي انا بقدر امشي بين الخلق وارفع راسي. اي والله. وينك العوار؟ علي ما علي لا اعمل بحفلة، ما صارت تحلى بكل الشعب. قلبي وربي يرضى عليك يا عمر. لك امي شو فكرة انت خالد رخيص علي؟ انا رخيص؟ وحياة من طعمك يا، لو كان جايني ولد من صلبي ما رح حبه مثل ما بحب أخي خالد. لا والله، بس التربية إلى حق لك أمي، قد ما قسيت على ولدك قد ما طلع رجال.